ورجعنا لكم ومعانا المبدعه اللي منوره لنا شارع النهار من اول يوم، اللي احتفلت معانا وشاركت معانا بالديكور الحلو ده في كرنفال ست الكل. معايا المبدعه راويه البارودي. اهلا بيكي. اهلا بيكي. يا ريم. اهلا. ازيك يا راويه؟ الحمد لله تمام. هيقولوا دلوقتي راويه البارودي وريم البارودي. شفتي بقى؟ قولي للناس بارودي من بارودي من لا احنا بارودي من الصعيد من اسيوط، واحنا بارودي من مصر، بارودي مصر وسوريا. وسوريا. فهو عشان اقول انا اصلا اول ما يعني ما قلت البارودي قلت البارودي يبقى احنا نفس العيله على طول. لا هو تشابه اسماء يعني، بس حاجه تبسطني طبعا ان احنا على نفس الاسم يعني. انت حبيبتي يعني. انا اشكرك. انا اولا بشكرك جدا 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 على الديكور الرائع ده. ربنا يخليكي. بجد. وعايزه ابدا معاكي كده، يعني جات لك الفكرة ازاي؟ بدأتي ازاي؟ لأنك بدأتي حلويات كب كيكس صح؟ لو تمام. يعني سامحيني. أنا ابتديت من 9 سنين تقريبا، كنت بعمل في الأول كيكس وكب كيكس، بدأت بعدها أعمل كاندي تيبلز صغيرة ندخل فيها ديكوريشن بسيط. ابتدى الموضوع بالتدريج يعني، كل ما بقيت أعمل حاجة ألاقي الناس مبسوطة منها جدا، ابتديت بعدها أدخل في الستاب اللي بعدها. من سنتين أختي انضمت معايا في الديكوريشن، ابتدينا بقى تكبروا نركز الموضوع بجد ازاي نكبر الموضوع. ونعمل حاجة مختلفة وحاجة جديدة. يعني في دراسة ولا دي هواية ولا دي حاجة؟ أخدت كورسز قبل كده زمان. بس الأهم من الكورس إنك تطبقي يعني، انك تشتغلي كتير والخبره كتير بتخليكي بتعملي احسن حاجه. احسن حاجه. كبرتي وبقى في تطور من بنعمل حلويات نعمل كيكس كب كيكس لفكره ديكورات لفكره بقينا بقى نعمل افراح بالزبط. نعمل عقيقه. يعني احنا كان البلان بتاعنا ان احنا نبتدي نطور نفسنا بسرعه وندخل في كل الايفنتس، يعني تقريبا بنعمل كل انواع الايفنتس، افراح، خطوبات، عيد ميلادات، عقيقه، اي نوع ايفنتس بنعملها، اوبننج لاي محلات، بازارات، يعني الحمد لله تقريبا اي نوع ايفنت نقدر نغطيه في رمايته الزد بكل تفاصيله. هو اي اسم بارودي في اي حاجه لازم صح. انا بقول كده على طول. طب انا دلوقتي عايزه اخش على في صناديق كده بقالي من اول يوم باجي وانا عايزه افتحها، فقلت انا هخلي لغايه النهارده اخر يوم نفتحها مع بعض عشان نحتفل مع بعض. وتقولي لي ايه فكره الهابي بوكس؟ طيب الهابي بوكس ده كان اساس الفكره، بدايتها كانت عن طريق واحده صاحبتي هي اللي كانت قالت لي عليها. انا اخدت الفكره وابتديت اشتغل عليها ان انا اطورها، بمعنى ان احنا عندنا بوكس لما بكون عايزه اعمل رايحه لحد عايزه ازوره، عامله جاذرنج انا وصحابي قاعدين مع بعض عايزين نعمل حاجه ناكل حاجه جديده، عملنا الهابي بوكس ده. وبعدين ابتديت اطوره ان هو ينفع يشتغل معايا في اي ايفنت، اي مناسبه. هايل. عندي كريسمس، عندي فالنتاين، عندي ماذرز داي، اقدر اعمل النهارده عيد الام. ممكن النهارده نعمل عيد إيه؟ الام. طيب بنعمل عملنا يعني لو النهارده عشان مناسبه عيد الام فعملتي الفكره ان هابي بوكس هيبقى اكيد مختلف ولا كل كمان عملناه حاجه عملناه يبقى حجمه صغير، لان انا لما كنت بعمله كبير كان الناس كلها دايما بيقولوا لي عايزين حاجه ممكن تكفي لشخص عشان واحد السعر مثلا. عشان السعر وعشان ممكن يكون حد مش محتاج، ان يعني الكبير ده ممكن بيكفي عدد ناس كتيره، فالصغير عملناه بشكل جديد ان هو بدانا كمان نطور في شكله، يبقى في بوكس خشب ويبقى ممكن لشخص واحد او شخصين. طيب انا عشان اقول لك بس ده صغير ده يعتبر اللي هو يعني لو انا رايحه لمامتي ممكن اخد لها ده. اهو الكاميرا معانا. ده الصغير ده هنا فكرته ان احنا عاملين في دونتس في براونيز وفي ميني كب كيكس وفي كوكيز. الفكره هنا ان احنا عاملين الدونتس على شكل كلمه مام بمناسبة المادرز داي. طب ما تيجي نتعقم وتورينا. انا بقول كده ولا ايه؟ طبعا انت كله دلوقتي عايز يتعقم لازم عشان ياكل قبل ما نمسك اي حاجه. ايه يا شباب تتعقموا وتدوقوا. طيب احنا هنا عاملين الدونتس عندنا كلمه مام في البوكس، وعاملين الكوكيز برضو حاطين فيها كلمه مام وعاملينها بكذا لون على شكل هارت، ده عشان ينفع معانا يشتغل في المادرز. راويه انت اللي بتعملي كل ده؟ يعني ده كل ده هوم ميد؟ انا بتعمليه انا عندي ناس بتساعدني، ويعني تقريبا يعني بيساعدوني في كل التفاصيل اللي انا بعملها، بس في حاجات معينه زي الحاجات اللي هي بتتاكل او البيكنج عموما انا بحب دايما السيجنتشر بتاعتي تكون موجوده فيه، ده اللي بيخلي دايما فريش وببقى ضامنه الفينش بتاعي، ضامنه الكواليتي التيست، وده اللي بيخلي دايما الكلاينتس بتوعنا الحمد لله على طول بيثقوا فينا ان الحاجه بتطلع على احسن مستوى. على احسن. دي صغيره. ودي فكره ثانيه للهابي بوكس، عاملين فيها واحده كيك بوكس، عاملين الاول برضو دونتس على شكل هارت
صغننين. دلوقتي الناس تقول لك بقى ده ما بيتاكلش ومش عارف ايه. دونتس على شكل قلوب. وعاملين فيها واحده كيك بوبس. تجنن. وعاملين فيها ميني كب كيك صغننه. حاطين فيها كلمه هابي ماذرز داي. حلوه قوي يا راويه. ودي الازهر. وحاطين فيها برضو تشوكليت سبونز معموله هوم ميد وايت ودارك. دي برضو فكره تانية اصغر بقى من البوكس الاولاني. يعني انت البوكس كل شويه تحطي اشكال احط حاجات. هنا مثلا عندنا فكره في الفالنتاين كنا عاملين الهابي بوكس ده. انا حاسه ان انتوا عايزين. بصي اصل احنا فتحنا العلب بقى. اول ما فتحنا العلب في ريحه طلعت تجنن. وحياة ربنا. هنا كنا عاملين الهابي بوكسز للفالنتاين، فكنا حاطين الدونتس بدل ما نعملها مام كنا عاملينها على شكل قلوب. مش عارفه باينه ولا مش باينه. وحاطين برضو القلب على عليه كلمه لاف. وفي مارشميلو وفي ميني كب كيك وفي كريب. هايل. يعني بنحاول نطور وننوع في الافكار عموما. طب افرضي لو مش عيد ام ممكن باي مناسبه بتبقى نفس الدون، بس طبعا اكيد مش مام. بس يعني مش بنعملها بقى زي اللي المارشميلو ده جاهز ولا انت بتعمليه؟ لا المارشميلو جاهز. جاهز. بجيب نوع مارشميلو كمان مستورد عشان دايما تبقى الحاجه كلها التيست بتاعها يكون طعمه كويس. انا عارف انك عامله لي يا نهار ابيض. وهنا يا جماعه هنا في كارثه. معرفش دي تجيبوها. ميرسي. ده بتاعك بقى. قالوا لي من اول يوم، من يوم السبت قالوا لي دي علبتي. ده الكبير بقى. ده البيزك بتاعنا. طيبة. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. ده البيزك بتاعنا الهابي بوكس. ده فيه تقريبا ده يعني ده بيكفي كمان يعني ل 10 من 10 ل 15 شخص. ده حاطين فيه من كل الحاجات اللي احنا بنعملها. عندنا براونيز، ميني براونيز، في جاذرنج او عايزين ناخد حاجه لحد واحنا رايحين بناخده معانا، في دونتس، في ميني براونيز، في ميني كب كيكس، في تشوكليت شيب كوكيز، ستروبريز، في كريب اوريو تشوكليت سبونز. في حاجات كتير قوي. كل الحاجات اللي في حاجات كتير وجديده بالظبط. وبينفع ان احنا بيبقى حاجه جديده واخدينها معانا لما نكون رايحين نزور حد وفكرته حلوه. بالذات فكره رائعه يوم عيد الام، لان دايما احنا بنحتار نشتري ناخد ايه. لها ايه معانا بالظبط. يعني فن شراء الهديه، نشتري ايه، نعمل ايه، مظبوط، نجيب لها ايه. دايما انك تفكري انك عايزه تبسطي اللي قدامك ده شيء رائع. فانك مزبوط. الافكار دي وكل شويه ما هو ده اللي خلاني ابتدي اعمل افكار كتير عشان تتماشى مع كل المناسبات اللي احنا بتعدي عليها وبنبقى محتارين دايما نعمل فيها ايه. كان في حاجات صعبه في الاول في يعني قابلتي حاجات صعبه يا راويه ما لقيتيش في الاول الموضوع سهل على واحده ست انها تعمل مشروع وبقى يعني اكيد الموضوع مش سهل ابدا. بتاخدي وقت كتير جدا تفكري وتبتدي تبلاني هتعملي ايه، وقت كتير جدا بره البيت. وطبعا اوجه الشكر لجوزي واولادي عشان ويعني بيستحملوني بصراحه في اوقات كتير بيبقى عندي فيها ضغط شغل، بس كل ده بيعوض لما بتلاقي انت عملتي حاجه حلوه وناجحه والناس مبسوطه بيها. بالذات بيعوضك عن كل الكلام الأول. ده باديه نعمل كيكس بالظبط. ابتديت من الاول خالص اللي جوه البوكس. دونتس، كيكس، كب كيكس، بعدين كاندي تيبلز. بعد الكاندي تيبلز ابتديت اعمل ديكوريشن للكاندي تيبلز اللي هو ايفوكا. مظبوط. ايفوك. ايفوك انا عايزه اشكرهم جدا عشان هم اللي عملوا لي النهارده الديكور الرائع ده. يا حبيبتي. بس وبعدين بقى زي ما قلت لك طورنا بقى الديكوريشن لما ابتدينا بقى نكبر. طورنا الديكوريشن، اخذنا بقى الايفنتس كلها، فبقينا نغطي تقريبا الحمد لله معظم انواع الايفنتس بكل تفاصيلها. سمعت انك داخله برضو في مشروع اكل او بتكبري المشروع شويه؟ انا يعني زي ما بقول مش هحسدك. ما لقيتك بتبصي. لا خالص. لا ما شاء الله. لا يا حبيبتي. انا بحب ان البنات والستات اللي بيتفرجوا علينا يسمعونا انك بتبتدي بمشروع حاجه صغيره وعندك حلم وبتقابلي خبطات كتير جدا في الحياه. صحيح. لكن بتكملي. بكمل بالطاقه الايجابيه وبحب الناس وتشجيع الناس. تشجيع الناس دايما بصراحه هو اللي بيخليني دايما اكمل. يعني اوقات كتير بكون تعبانه جدا بس بلاقي الفيدباكس بتجيلي هايله، فدي بتبقى الباور اللي بتخليكي تشتغلي اكتر وتدي اكتر. مظبوط. فتحتي بقى قلنا هنعمل مشروع تاني. هنعمل موضوع الاكل ولا هيبقى لا هو على نفس، هو مش اكل بمفهوم الاكل، هو الكاندي تيبلز بكل انواعها. بس كل انواع السويتس بالظبط. كل انواع السويتس والديكوريشن بتاع كل الايفنتس. عملنا ليتلي صفحه اكونت على انستجرام خاص كمان بالويدنجز والانجيجمنت. حلو. برضو باسمنا عشان احنا في اخر يوم في احتفاليه كرنفال شارع النهار في ناس، بس بمنتهى الصراحه
في ناس فكرت انها تعمل ديكوريشن وتدفع فلوس عشان خاطر الام وتحتفل، ولا عشان الظروف دلوقتي؟ لا الحقيقه بتعدي بيها العالم بالظبط، الموضوع يمكن على الموضوع أقلش. اهدى اليومين دول بسبب الظروف اللي احنا بنمر بيها. الناس بتبقى دايما مهتمه تجيب حاجه يعني ملموسه، لو يعني الهابي بوكس اخد معايا هديه، اخد اعمل كيك، اعمل كاب كيكس، اخد معايا بوكس. السنه اللي فاتت كان ايه رايك؟ السنه اللي فاتت كنا عاملين للكاب كيك بوكيه. دايما لما بروح بفكر اجيب هديه لمامتي ببقى عايزه اجيب لها ورد ومعايا مثلا كيك، فانا دمجت الاثنين مع بعض عملت بوكيه ورد. مش قصدي، السنه اللي فاتت كان في ناس بتعمل ديكورات وتعمل هو ديكوريشن كده وتحط صوره الام بس مش، لا مش لناس، مش بيبقى في مثلا لو مدرسه احنا عاملين لها الايفنت يوم المادرز داي، بازار بعمله ديكوريشن بالمادرز داي. ايه اكتر دلوقتي اعياد الميلاد يعني ايه اكتر حاجه في الايفنتس؟ اعياد الميلاد ولا الخطوبه ولا العقيقة؟ والله كله يا ريم، انا بشوف ان اعياد الميلاد شويه بقت كمان الاطفال والخطوبه برضو، والخطوبات بقت برضو دلوقتي الناس كتير الحمد لله بنعمل لها احنا الايفنتس بتاعتها. ما تيجي كده